يعني عيدنا بعيدين. من عيد الأهل ومن عيد بيت الحمار. واحد يشرب قهوة أول شيء. في أحلى من حمص. الله يعيد على أمة محمد بخير وسلامة وفرج إن شاء الله يا رب. آمين. آمين يا رب. آمين. ولا أحلى من هيك. بيكفي إنه يعني عيدنا بعيدين. إيه والله الحمد لله. والله قدر هيك الأمة الإسلامية كلها بدها تعيد معنا. الحمد لله رب العالمين. العيد يعني لو الواحد عنده أسى وعنده حزن يعني ما بصير ما يظهر الفرحة إجباري. والله الحمد لله رب العالمين الأمور كلها بخير يعني. وعندي يا دبل أنا العيد لأنه حمصة. والله الأجواء حلوة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أجواء كتير حلوة الحمد لله. والعيد بعيدين الحمد لله. هلا بالعيد باخذ حب التمر. أول شيء نشرب قهوة. بس نحن عندنا عادة إن إحنا بنفطر فطور يعني الصبح العيلة. إيه هيك كان قبل التهجير وهاي هيك. هلا عم تشرب قهوة؟ هلا قهوة. هلا بمجال شغلي بشرب قهوة؟ لا والله بشرب قهوة. والله أنا ضد القهوة ما بشرب قهوة. والله أنا يعني ما زيادة مع القهوة مفطر يعني. هلا ما أنا متجوز فأكيد عند أهلي. إيه هلا هون ما كلياتنا مع بعضنا هون. معلم من عايد هون نحن البيت لحمة أهل كمان يعني. يعني من عايد الأهل ومن عايد بيت لحمة. لا أكيد الأهل. والله الأهل بس ما موجودين هلا بيت حمار. إن شاء الله مش معك. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم آمين. نريد إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هيك منعيد بحمص إن شاء الله منصورين إن شاء الله. والله متمنى يكون بتدبر إن شاء الله. والله بكون ببلادنا بحمص ورب العالمين فارج علينا وأم الإسلامية كلياتها. والله بلدي حمص خالدية. يا حمص طلعنا منك بس ما طلعت مننا.